السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. احنا اليوم معاكم من مؤسسة الطوق لتجارة الإطارات والرنجات، ومعانا السيد رضا كريم. أهلا بك سيد رضا. كيف حالك؟ الحمد لله. سيد رضا، ممكن تكلمنا عن نفسك وتقولنا ازاي ابتديت فكرة مشروعك؟ أنا اسمي رضا كريم، جنسية إيرانية ومولود إمارات. فبدأت هالمشروع من سنة 2012. طبعا الشغل كان شغل والد، وانا كملت الشغل وتطورت فيها شوي الحمد لله. الوالد كان فاتح المشروع من 2011؟ نعم. ولا كان قبل كده؟ الوالد تقريبا من سنة التسعينات. ما شاء الله. التسعينات بدأ هاي المشروع وفتح محلات وافرع. فالحين عندنا تقريبا فوق 10 افرع. فكل واحد 10 افرع على مستوى الامارات ولا ديكو افرع برا؟ الامارات بس. امارات. ف يعني كل واحدنا وكل واحد منا يركز على شغل خاص. فاحنا ركزنا على رنجات الاصليه والوكاله، وطبعا رنجات السيارات الفخمه مثل مرسيدس. قولنا موديلات او اكتر عن عن الموديلات اللي انتم شغالين عليها. احنا اكتر شيء نركز على رنجات السيارات الفخمه نفس ما قلت لك، ومثل مرسيدس، بي ام دبليو، بورش، اودي، رينج روفر، يعني السياره الانجليزيه مثل بنتلي وحتى الروز رايز. فاكثر شيء نركز على هاي السياره. حضرتك كنت قلت لي قبل اللقاء ان انتوا كمان بتوردوا على مستوى الوطن العربي والدول. نعم. الاوروبيه. كلمنا. نعم. كده عن اكتر الدول اللي انتوا بتوردوا لها. احنا غالبا نصدر، نسوي تصدير الى دول اوروبي واسيا الشرقيه. اوروبا اكثر شيء روسيا، واسيا الشرقيه عندنا من يابان، وعندنا تصدير الى كوريا الجنوبيه والصين، وعندنا شوي من افريقيا، بس الفوكس على روسيا والاسيا الشرقيه. طبعا عندنا تصدير الى كل دول الخليج، عمان، سعوديه، المملكه العربيه السعوديه. طيب انتوا شغالين في الجديد كله ولا في جديد ومستعمل؟ والله الاثنين طبعا، بس الفوكس الاصليه، الاصليات مستعمله، وعندنا جميع انواع رنجات الجديده اللي يكون تجاري، وجميع انواع اطارات الاصليه. احنا الموردين يعني مورد خاص، ورنجات المستعمله اكثر شيء نفس ما قلت لك البراندات، يعني ماركات المعروفه. طب وانتم بتسووا بيع بس ولا كمان بيكون في بيع وتركيب؟ عندنا خدمه تركيب وميزان مجاني لجميع الزبائن، وعندنا خدمة توصيل مجاني طبعا إلى أي مكان في الإمارات، وعندنا خدمة الشحن إلى جميع دول الخليج وبالرسوم بس. طب هل في أي خدمات أو منتجات تانية موجودة عندك ولا هي بس الخدمات دي؟ احنا نركز على رنجات وإطارات أكثر شيء. نعم. انت في كلامك قلت ما شاء الله اكتر من ميزه بتميزكم، فكلمنا اكتر عن المميزات بتاعتكم اللي بتميزكم عن باقي المنافسين. احنا عندنا اكثر رنجات، اللي رنجات الاصليه في السوق، واحسن الرنجات الاصليه طبعا، اصلي وكاله لجميع السيارات الفخمه نفس ما قلت لك، لجميع الماركات المعروفه. وعندنا خدمه التوصيل لجميع انحاء الامارات، وعندنا خدمة التركيب والميزان مجاني طبعا، وعندنا خدمة توصيل إلى أي دولة في الخليج. ف
الحمد لله الزبائن اللي يجون في المحل راضي، يعني كلهم راضين عن شغلنا، وهاي اللي يميزنا يعني الرنجات اللي عندنا خاص نفس ما تشوف في الديسبلاي. طبعا يعني ما شاء الله كلها باينه اللي جديده. مش نعم، رنجاتنا كلها اصلي وكاله، يعني جميل انواع الماركات المعروفه وباحسن الحاله، نسميها بحاله الوكاله ان شاء الله. طيب فهد رضا، انتم ما شاء الله عندكم فروع كتير ودايما واضح ان انتم بتحبوا تطوروا دايما، فقول لنا ايه الخطط المستقبليه اللي هتعملوها الفتره الجايه؟ والله اول خطوه اللي انا في بالي ان شاء الله افتح محل في دبي، وان شاء الله بعد ابو ظبي، وكل يعني احنا افرعنا كله في الشارجه، يعني مركزين في الشارجه، فان شاء الله نقولها في الانجليزي take to the next level، فان شاء الله ناخذها الى المرحله الثانيه ونفتح افرع في دبي وابو ظبي ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم. سيد رضا، اكيد قصه نجاح كبيره زي دي كان ليك دعم، فممكن تكلمنا مين هم اللي دعموك ومين هم شركائك في النجاح؟ اول شيء اشكر دوله الامارات والشيوخ الله يحفظهم، الفرصه اللي اعطوني، فرصه الاستثمار والامن والامان اللي موجوده في الامارات الحمد لله. وعندي رسالة الشكر خاص للوالد اللي دعمني من البداية وعلمني كل شيء، وطبعاً الإخوان اللي كانوا معاي من البداية حتى الحين، وأشكركم لهاي اللقاء الطيبة. إحنا كمان بنشكرك جداً وسعدنا جداً بلقائنا معي. وزي ما ابتدينا الحكاية بقصة كفاح، راح ننهيها بكلمة شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقة القادمة.